السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتكم جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعودا حميدا إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ونواصل المسيرة مع سورة البقرة، السورة المباركة الكريمة. سلمكم الله جميعا. أنا غيرت اسمي من فوق، يا ريت السادة والأنسات والسادات الحضور يغيروا أسمائهم. إذا لبست 28 لبست 32 جزاكم الله خير، 28 32 الباقي ما شاء الله غيروا أسمائهم. طيب خلينا نبدأ، احنا في صفحة 22، في الصفحة رقم 22. قست 32 و28 غيروا اسماءكم لو تكرمتوا. انت استاذة في الدعم الفني، يا ريت تعرفكم ازاي غيروا الاسم، ايه الرابط بتاع طريقة تغيير الاسم. طريقة واضحة جدا وسهلة. جست 28 غير الاسم من خلال البار اللي فوق الشاشة على طول، مكتوب الجست كده وجنبها شاشة صفرة أو في البار علامة صفرة كده، غير اضغط عليها وغيري. معلش الدعم الفني عرفكم ازاي غيروا الاسم. تكررت هتلاقي مكتوب جست 28 او جست 32 في مستطيل فوق كده فوق الشاشه بتاع ملتقى الدارين، اضغط عليها وغير الاسم وقول اوكي. وادي الرابط اهو، الدعم الفني بيدينا الرابط اللي هو منه نغير الاسم ازاي. طيب جست 32 تغير اسمك لو سمحت. طيب خلينا نبدا نقرا صفحه 22، يا ريت تفتح المصحف. خلينا نفتح المصحف مع بعض على صفحه 22. طيب ان شاء الله بدايه الجزء الثاني من سوره البقره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدقت ربنا وبلغ رسوله فنحن على ذلك من الشاهدين ربنا يبارك فيكم جميعا ويزيدكم حرص ويزيد أخواتنا الحاضرات حرص واهتمام يعني نشكر فعلا على تواجدهم وعلى حضورهم نعم أجد فيهم حماسة صراحة حماس زايد واهتمام ربنا يبارك فيهم وينفع بهم الله أكبر طيب في حد من الموجود جست 28 أو جست 37 جست 28 حضرتك شاب ولا بنت جست 37 برضه عايزين نعرف طالما ما غيرتوش الاسم عرفونا عشان تشاركونا القراءة بس جست 28 شاب أهلا وسهلا بك طيب وجست 37 28 بس ما قدرت اغير الاسم طيب مش مشكلة انت تدخل على الرابط بعد كده اللي مكتوب لك الرابط اهو تدخل وهتعرف ازاي تغير الاسم بسهولة جدا طيب جست 37 عايزين نعرف برضو جست 37 شاب ولا بنت جست 39 دلوقتي محمد مجدي طيب جزاك الله خيرا جست 39 غير محمد مجدي الاستاذ محمد مجدي فهنا جست 37 يعرفنا بس يكتب لنا هو شاب ولا بنت وفي كل الأحوال أهلا وسهلا بيه لكن إذا شاب ممكن يشاركنا القراءة وإذا كان بنت يشاركنا الاستماع فقط جست 37 يعني اكتب لنا في الشات هنا بس أنت حضرتك شاب ولا بنت 37 و32 طيب براحتكم لو تقدر تغير الاسم من جيس تغيره مش هتقدروا عرفونا بس يعني
طيب الأستاذ محمد مجدي، أنت عندك استعداد تقرأ؟ عندك مايك ممكن تقرأ؟ طيب تجهز المايك يعني؟ تقرأ في صفحة 22 من أولها، من أول قوله تعالى: سيقول السفهاء، صفحة 22 من أول: سيقول السفهاء من الناس. افتح المصحف على صفحة 22. خلاص جاهز يا أستاذ محمد؟ طيب أنا بدي لك المايك، اقبل المايك عندك وتوكل على الله. أنا بعت لك المايك، يا ريت تتفضل تقبل المايك. أستاذ محمد مجدي، في إشكالية عندك في المايك، أنت ما قبلتش المايك. أيوه كده وصل. تفضل اقرأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لا أنا معكم أنا كنت نعم ربنا يبارك فيكم جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد. أنا كنت كاتم الصوت عندي ونسيت أفتح المايك، كنت بتكلم معاك وأنا المايك كان مقفول عندي. تمام جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك، تلاوة الكل بيثني عليها، ربنا ينفع بيك ويرفع قدرك إن شاء الله ويجعلك من أهل القرآن. الصوت كان، لا هو النت شغال عندي بس انا كنت بكتم المايك عشان ما يعملش غوش على صوت الاستاذ محمد، يأثر على صوت اللي بيقرأ. طيب فبنقول بقى نطلع الاحكام في الايات التي تلوناها. اول حكم سيقول السفهاء، النوع المادي في كلمه السفهاء باعتبار ان واصلها سيقول السفهاء من الناس باعتبارها موصوله. واجب متصل، مد واجب متصل بالظبط. نعم ربنا يفتح عليك. ويمد اربعه او خمسه او ست حركات، بدءا من اربعه لغايه ست حركات. من الناس، من الناس، قلنا النون المشددة في كلمة الناس بنسميها ايه؟ حرف من الناس، النون المشددة في كلمة الناس بنسميه حرف، حرف ايه؟ حرف غنة مشدد بالضبط كده. ما ولاهم عن قبلتهم، عن قبلتهم، النون الساكنة في كلمة عن أتى بعدها بقاف، يبقى الحكم إيه؟ حكم النون الساكنة هنا إيه؟ إظهار ولا إدغام ولا إخفاء ولا إخلاد؟ إخفاء بالضبط كده، إخفاء. طيب قبلتهم، الباء في كلمة قبلتهم باء ساكنة، بنديها صفة اسمها صفة الإيه؟ القلقلة بالضبط. نعم. والقلقلة من أي نوع؟ قلقلة إيه؟ صغرى، ما شاء الله عليكم. قلقلة صغرى. طيب. قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. لما وقفت على كلمة المغرب برضو الباء بتاخد نفس الإيه؟ الصفة، بتبقى قلقلة، بس قلقلة إيه؟ قلقلة وسطى بالضبط. نعم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خلينا ناخدها واحدة واحدة. من يشاء، من يشاء، النون الساكنة أتى بعدها الياء، والياء تبقى الحكم إيه؟ إدغام إيه؟ الغنة ولا بغير غنة؟ إدغام ناقص يعني إدغام بغنة. نعم صح الله يفتح عليك. يشاء إلى، يشاء إلى، دول حرفين ورا بعضهم الهمزة والهمزة، فبنسميهم إيه بقى في الوضع دوت؟ نسميهم دول زي بعض تمام، فنسميهم مثلين ومتحركين، يعني الهمزة الأولى متحركة والهمزة الثانية متحركة، فنسميه مثلين كبير،
سميه مثلين كبير، يعني إذا كان الهمزة أو إذا كان الحرفين المتماثلين اللي هما زي بعض نون ونون ميم ميم وميم لام ولام فهنسميهم مثلين، لو كانوا متحركين هنسميه كبير، لو كان الأول ساكن والثاني متحرك هنسميه إيه؟ صغير، لو كان الأول متحرك والثاني ساكن هنسميه مطلق. فاحنا عندنا ده يبقى مثلين كبير، يشاء إلى صراط مستقيم. الطاء الملونة، الطاء الملونة. ماشي، قبل ما ننقل للطاء اللي خلاص جست 32 جاوب قال ادغام ناقص او ادغام بغنه، صراط مستقيم لا مش كامل، ادغام ناقص او ادغام بغنه. طب احنا عايزين نرجع تاني، يشاء الى، احنا بنقول لو في كلمتين متتاليتين الحرف اللي في اخر الكلمه الاولى والحرف اللي في اول الكلمه الثانيه الحرفين زي بعضهم تماما زي اظلم ممن وزي يشاء إلى، لو الحرفين دول زي بعضهم بنسميهم متماثلين أو مثلين. طيب المثلين دول لو الأول ساكن والثاني متحرك بنقول مثلين صغير، لو الأول متحرك والثاني متحرك بنقول مثلين كبير، لو الأول متحرك والثاني ساكن بنقول مثلين مطلق. زي كلمة ننسخ، الأول متحرك النون بس دول مش من كلمتين، لكن ده كمثال. لكن عندنا حفص بقى يضغم المثلين الصغير، يضغم المثلين الصغير اللي هو الميم الاول الاولى ساكنه او النون الاولى ساكنه او اللام الاولى ساكنه والثاني متحرك، حفص يضغمهم. طيب يشاء الى بنسميه مثلين صغير، وحكمه ايه عند حفص؟ عادي بيظهر ما فيش اي حاجه ما بيضغموش. طيب نلقي الايه اللي بعدين، وكذلك جعلناكم، ننتبه لللام بتاعت جعلناكم، جعلناكم نظهر اللام بتاعت جعلناكم أمة وسطا لتكونوا. طيب أمة الميم المشددة بتاخد صفة اسمها ايه؟ الغنة، وهنسميه حرف أغن أو حرف غنة، حرف غنة مشدد. طيب أمة وسطا، تنوين أتى بعده الواو، والواو من حروف الإيه؟ الإدغام، الإدغام بإيه؟ إدغام ناقص أو إدغام بغنة، بالضبط كده. وسطا لتكونوا، طيب التنوين أتى بعده اللام. التنوين أتى بعده اللام إدغام، بس إدغام إيه؟ إدغام بدون غنة، أو إدغام بغير غنة، أو إدغام كامل. عايزين نقول الإدغام الناقص يا جماعة اللي هو إدغام بغنة، والإدغام الكامل إدغام بغير غنة. ليه ده يسمى ده ناقص ويسمى ده كامل؟ الكامل بتذهب معاه الحرف، يذهب معه الحرف والصفة، صفة النون هي الايه؟ الغنة. طيب لما يذهب الصفة ويذهب الحرف يبقى ادغام كامل، لكن في الادغام بغنة ذهب الحرف وبقيت الصفة اللي هي الغنة، فبنقول له أمة وسطا، الغنة باقية. طيب وسطا لتكونوا، ما بقولش وسطا لا، وبقول وسطا لتكونوا، الادغام حصل بس ما فيش ايه؟ ما فيش غنه. طيب لتكونوا شهداء على الناس، عند بقاء الصفه يكون ناقصا، عند بقاء الصفه يكون ناقصا، وعند ذهاب الصفه ذهبت مع الحرف يكون كاملا، يبقى الحرف والصفه الاثنين راحوا يبقى ادغام كامل. طيب ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب شهيدا بنسميه مد ايه؟
فيه بديل للتنوين يا شهيدا وما. ايوه بالضبط كده، مد عوض، عوض عن ايه؟ عوض عن التنوين، لان يعني بدل التنوين شهيدا وما، بدل التنوين حطينا الالف دي، والمد العوض ده في المفتوحه بس اللي هو الايه؟ الفتحتين، ده مد العوض الله يفتح عليه. وما جعلنا القبلة، القبلة الباء الساكنة في وسط الكلمة، قلنا هتبقى ايه؟ حرف مقلقل واخد صفة القلقلة، والقلقلة هنا قلقلة ايه؟ قلقلة صغرى، والقلقلة قريبة إلى الفتح. القبل، القبلة التي، القبلة يعني في مذهبين في القلقلة، مذهب يقول إنها قريبة للحرف اللي قبلها، وهو المذهب الأقوى يقول إنها قريبة إلى الفتح. المذهب الأقوى يقول إنها قريبة إلى الفتح. القبلة التي كنت، كنت كنت نون ساكنة أتى بعدها التاء يبقى إخفاء. بالضبط الله يفتح عليك. لا مش قلنا مشددة، كنت إخفاء. عليها إلا، أيوة أي نوع من أنواع المد؟ الإخفاء هنا إخفاء حقيقي مش حلقي، إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي، لأن في إخفاء شفوي الخاص بالميم، لأن الميم بتخرج من الشفتين عشان كده الأحكام المتعلقة بها أحكام تقول إيه؟ تقول شفوي. الفرق بينهم، الفرق بينهم يعني بالنسبة للنطق، بالنسبة للنطق ده بيحصل عنده غنة وده بيحصل عنده غنة. بالنسبة للحكم ده خاص بالميم عشان دي تخرج من الشفتين، وده خاص بالإيه؟ بالنون والتنوين. ده اللي الفرق بين الشفوي والحقيقي. طيب عليها إلا قلنا إيه؟ مد جائز منفصل، وجائز يعني يجوز مد ويجوز قصر، قصر حركتين والمد أربعة أو خمسة. إلا لنعلم من، أهي برضو مثلين كبير، لنعلم من، من يتبع، من يتبع إدغام ناقص بالضبط، ممن ينقلب، ينقلب ولا ممن، ده إدغام ناقص بالضبط كده، ينقلب في نفس الكلمة بقى، في كلمة ينقلب إخفاء بالضبط. يبقى الكلمتين مع بعض فيهم كم غنة؟ من نعم إخفاء حقيقي، نعم الكلمتين مع بعض من ينقلب، الكلمتين مع بعض فيهم كم غنة؟ ثلاث غنات بالضبط كده، لا ثلاثة. مم ادي دي بتاع الميم المشددة الثانية، مي ده بتاع الايه؟ الادغام بغنة، ينقلب بتاع الاخفاء. فانتبه وانا بقراهم بقى بحيث ان انا ما اخليه ما انساش واحدة في النص. ممن ينقلب على عقبيه. طيب عقي، القاف مكسورة، ما تدخلش معايا في موضوع الايه؟ القلقلة. عقي، عقبي، ماشي. طيب عقبي، في نوع من انواع المد هنا في كلمة عقبي، عقبي
لو وصلتها او وقفت عليها. ما الدليل بالضبط كده دي 32؟ ربنا يفتح عليك. ما الدليل؟ لا مش بدل يا بنت سحر. ما الدليل؟ لان الدين تعريفه يا او واو ساكنتان مفتوح ما قبلهما، يبقى ده ما الدليل؟ عقبيه. طيب و عرض للسكون لو انا وقفت عليه عقبيه، لو انا وصلت ما ياخدش غير الحركتين عقبيه وان كان، عقبيه وان كان طبيعي. لو انا وقفت عليه ياخد 2 و4 و6 حركات لانه ياخد حكم العرض للسكون، والعرض للسكون اقوى من اللين، العرض للسكون اقوى من اللين. وان كانت نفس الحكايه، نون ساكنه اتى بعدها الكاف يبقى الحكم ايه؟ وإن كانت إخفاء حقيقي. لكبيرة إلا، لكبيرة إلا، تنوين أتى بعده الهمز يبقى الحكم إيه؟ إظهار حلقي. أيوة هنا بقى إظهار حلقي لأن في إظهار شفوي، إظهار الشفوي برضو الخاص بالمين على الذين هدى الله، هدى الله. طيب الله اللام في لفظ الجلالة هنا الإظهار الشفوي اللي هو إظهار الميم عند كل حروف الهجاء ما عدا الميم والباء، ما عدا الميم اللي لديها هيبقى إدغام مثلين، وما عدا الباء لأن هيبقى عندها هو الإيه؟ الإخفاء الشفوي. طيب هذا الله مفخمة ولا مرققة؟ مغلظة. ماشي مغلظة بالضبط، يعني احنا بنقول مفخمة. التغليظ ده في لامات خاصة بورش، لما بنيجي ناخد رواية ورش ما بنقولش مفخمة بنقول مغلظة. لكن احنا عندنا هنا في اللامات عموم القراء نقول مفخمة ومرققة. طيب واللام لفظ الجلالة مفخمة عشان ما قبلها مفتوح، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. أما إذا كسرت أفي الله تقاسموا بالله ترقق. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم إيه كملت بإيمانكم؟ كلمة إيمانكم مدين. أيوه بالظبط، المد الأول اللي هو بعد الهمز هنسميه مد ايه؟ هنسميه مد، هما الاثنين طبيعي بس هنسمي الاول اي الهمز الاول وبعده حرف المد. لا مش ليه، الهمز الاول وبعد حرف المد هنسميه بدل. ايوه صح. والثاني ايمانكم، الثاني ملوش اسم غير انه طبيعي إيمانكم. وكلا المدين يمد حركتين بس، الفرق في التسمية أنه كل واحد منهم يمد حركتين. طيب إن الله برضو لفظ الجلالة الله، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم. كلمة لرؤوف فيها مد نفس الحكاية، همز وبعدها واو، همز مضمومة وبعدها واو، هنقول مد ايه؟ برضو طبيعي. ماشي طبيعي بس له وصف تاني ادق شوية من الطبيعي، زي ما الزملاء قالوا كده بدل بالظبط كده. الله يفتح عليك. صح بدل لرؤوف الرحيم. طيب تنوين اتى بعده الراء، لرؤوف الرحيم ادغام ايه؟ ما بقولش اهو لرؤوف الرحيم، ادغام بغير غنة أو إدغام كامل. طيب خلينا في الجزء الباقي من الصفحة بقى نقول عايزين نطلع
يطلع ايه بقى احكام. احنا عايزين نطلع مد بدل في الايات اللي جايه دي، مد بدل. ها شطره وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطره، وان شطره وان ده مد بنسميه ايه؟ النوع ده من المد بنسميه مد ايه يا جماعه؟ اللي قاله المهندس احمد نصر قال على نوع من المد مكان المد البدل. احنا بنسال عن المد البدل، فهو جاب مد بس له اسم تاني غير البدل، له اسم مش ده بدل ولا لين. انا اقول لك على الامثله يا مهندس احمد عشان ما تنساهاش. المد البدل زي كلمه امنوا، ايه بدل؟ هي اصلا امنوا، فالهمزه الثانيه ابدلت الف، فالمد البدل هتلاقي فيه الهمز وبعدين حرف المد، امنوا امنوا ايمانا، ادي ده المد البدل. واللين زي بيت وخوف، واو ويا ساكنتان مفتوح ما قبلهما، ادي ده المد البدل والمد اللين عشان ما تغلطش فيهم. طب ايوه اللي هو الستة صلحت، صلة صغرى شطره وإن، دي صلة صغرى. طب فين المد البدل بقى؟ في مدين بدل عندنا هنا في الآيات اللي جاية، محدش عارف المد البدل يعني الهمز الأول وحرف المد جاي بعد دي. الهمز الأول وحرف المد جاي بعد، فين بقى؟ هنلاقيها في كلمة وهنعرفها نبص نلاقي مثلا لو اللي بعده واو تبقى الهمزة مضمومة، لو اللي بعده ياء تبقى الهمزة مكسورة، غير كده ما حققش الشرط بتاع البدل. يبقى البدل لازم همزة مضمومة بعدها واو، أو همزة مفتوحة بعدها ألف، أو همزة مكسورة بعدها ياء. طيب محدش عارف يعني معقولة؟ طيب وإن الذين أوتوا الكتاب، أوتوا أدي ده همزة مضمومة بعدها واو، في تاني في همزة مفتوحة بعدها ألف الآية اللي بعديها، بكل آية آية، أو ده مد بدل الهمزة الأول وبعدين حرف المد. خلاص يا جماعة وصلت؟ دول مثالين موجودين عندنا واضحين في الإيه؟ واضحين في الآيات اللي ورا. طيب عايزين إدغام كامل، إدغام بغير غنة. إدغام بغير غنة في كلمة يعني نون ساكنة أو تنوين وأتى بعد حرف آية، بكل آية لا إدغام ناقص، لا إدغام بغنة، بكل آية ما تبعون، ده إدغام ناقص أو إدغام بغنة. عايزين بقى إدغام كامل أو إدغام بغير غنة. لا يجوز، لا يجوز مس مصحف للحال، انما يجوز من خلال اللابتوب والكمبيوتر، من خلال الجوال موبايل، انما لو كتاب تفسير ما ينطبقش عليه المصحف، لو كتاب تفسير ما ينطبقش عليه المصحف. لكن المصحف الذي لا يحوي بين دفتيه الا القران ده هو اللي حكمه ياخذ هذا الحكم. ايوه بالظبط كده يا استاذ محمد مجدي، اذا لمنا في اخر سطر، اذا لمنا اذا ادغام كامل. وفي برضه كلمه الحق من ربهم، الحق من ربهم ده ادغام كامل او ادغام بغير غنه. طب عايزين مثلين كبير، متماثلين كبير، مثلين كبير يعني حرفين زي بعض، ميم وميم، نون ونون، لام ولام، باء وباء، يعني باء وباء في كلمتين.
اثنين كبير. عايز اعرف انت فهمت الاثنين الكبير والصغير ولا لا؟ الاثنين الكبير يعني حرفين في كلمتين متتاليتين اهواءهم من ادي ده اثنين صغير برافو ده مثلين صغير اهواءهم من ده مثلين صغير عايزين مثلين كبير بقى في نفس الآية الأخيرة الآية 145 خلينا نمشي مع بعض كده ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل يبقى فين بقى؟ فين المثلين الكبير؟ الكتاب بكل بالضبط نعم ده المثلين الكبير طيب احنا هنختم الحلقة في سؤال او حاجة استيضاح عايزين نقول عليه احنا قلنا هاء الضمير هاء الضمير زي شطره وإن هاء الضمير دي بيبقى بنسميها هاء صلة وبنصلها بياء أو واو إذا كان ما قبلها كسرة بنصلها بياء وإذا كان ما قبلها أو الهاء نفسها مضمومة نصلها إذا كانت الهاء مكسورة نصلها بياء وإذا كانت الهاء مضمومة نصلها بواو طيب زي شطره وإن طب فيها هاءات بقى مش موصولة خالص إيه الفرق؟ زي مثلا لا يعلمون أنه الحق أنه الحق ليش الهاء بتاع أنه ما فيش واو جنبيها؟ حد يعرف؟ ليش الهاء بتاع ليه ما بتاع جنب شطره وان دي فيها واو يعني فيها صله صغرى شطره وان دي فيها صله صغرى طيب انه الحق ليش ما فيش واو مرسومه بعد كلمه انه تحت الهاء بتاعتها عشان مش واقعه بين حرف ايوه جبت 32 ما شاء الله عليك ايوه يبقى احنا عندنا الشرط عشان هذه الهاء تبقى هاء صله وتوصل وتبقى المد صله سواء صغرى او كبرى في شرط واحد لازم يتحقق ان تقع بين متحركين ان تقع بين متحركين والاستاذ احمد قال عشان الالف ماشي هو الالف ده يبقى حاجه خاصه بقى الالف اللي بعديها اللي هي من كلمه الحق لان دي ساكنه همز صلة همز وصل وهمز الوصل دي ايه ساكن فمش همز قطع يعني طيب يبقى اذا وقعت بين متحركين في 32 اذا وقعت بين متحركين تبقى توصل واذا وقعت افتقدت هذا الشرط بمعنى وقعت بين ساكنين لا توصل وقعت بين ساكن ومتحرك لا توصل وقعت بين متحرك وساكن لا توصل ماشي إذا وقعت بين زي مثلا هنا أنه الحق قبلها متحرك وبعدها ساكن ما توصلتش. طيب له الملك وله الحمد قبلها متحرك اللام اهي بتاع له وبعدها ساكن ما توصلش. ماشي كده؟ مثلا منه آيات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات منه آيات نفس الحكاية قبلها ساكن اهو من النون ساكن منه آيات وبعدها متحرك اللي هي الهمزة آيات ما وصلتهاش لأن فقد شرط المتحركين ماشي فيه العلم ساكن وساكن اللي هي ساكنة والعلم الهمزة الوسط ساكنة ماشي إلا كلمات مخصوصة في القرآن الكريم التي خرجت عن هذه القاعدة حد يعرف في هاء ضمير هاء الضمير خرجت عن هذه القاعدة لحفص يعني لو جينا فتحنا المصحف في آخر سورة الفرقان آخر سورة الفرقان
ايوه بالضبط كده، نعم بالضبط، نعم في اخر سوره الفرقان، ويخلد فيه مهانا. الله، ايه اللي حصل هنا؟ طب نفتح المصحف كده على سوره الفرقان، خلينا نفتح المصحف على اخر سوره الفرقان، اخر وجه في سوره الفرقان، الايه رقم 69، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. شوف الهاء عمل ايه؟ حط ياء اللي هي الصغيرة المعقوفة دي، حطها يعني معناها الهاء دي هتوصل صفحة 366، صفحة 366 استاذ محمد. ما قالش فيه مهانا، هو الأصل إنه يقرأها زي ما بيقرأ، بقى قبلها ساكنة أهو، قبلها الهاء الياء ساكنة وبعدها متحرك، فقدت الشرط المتحركين، ومع ذلك حفص يقرأها بالصلة فيقول ويخلد فيه مهانا. أيوة هذا المعنى، يعني المبالغة الإلهاء، يعني الغاية أو التفصيل في أن الكلمة دي وصلت ليه عند حفص. وللعلم ما بيصلهاش غير حفص وابن كثير، بقية القراء يقرأوها زي حفص ما بيقرأ بقية الكلمات اللي في نفس الظروف، فيقرأوها يقولوا ايه؟ فيه مهانة. بقية القراء غير حفص وابن كثير يقولوا فيه مهانة، لكن حفص وابن كثير فقط يقولوا ايه؟ فيه مهانة، فيه مهانة. طيب الهاء اللي بعد كده اللي خرجت عن القاعدة في سورة الزمر، لو فتحنا سورة الزمر اللي هي الآية، سورة الزمر صفحة 459، صفحة 459، أيوة بالضبط كده، الله يرفع عليك، نعم. آية 7، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الله، طب ما الهاء اهي قبلها متحرك وبعدها متحرك، راحت فين الصلة؟ برضو دي من الهاءات الخاصة عند حفص، يرضه لكم، ما بيقولش يرضه لكم مع ان المفروض يقولها كده يرضه لكم، لكن قالها يرضه لكم. طب ليه؟ لان القراءة سنة متبعة، وحفص هكذا نقلت عن الامام حفص، يرضه لكم، يبقى اصبحت ما فيهاش صله الواو اللي احنا بنقول عليها الصله الصغرى. طيب في هاء ثانيه او ثالثه في سوره الايه؟ النمل، في سوره النمل، سوره النمل في اول السوره كده عند قصه الهدهد، حد عرف الكلمة؟ صفحة كام؟ صفحة 378، صفحة 379 آية 28، صفحة 379 آية 28، أيوة بالظبط كده، فألقه إليهم. طب ما الهاء هاء ضمير ايه؟ وقبلها متحرك وبعدها متحرك، وقعت بين متحركين، يعني المفروض اقول فألقه إليهم، واقول فألقه إليهم، على انها تبقى ايه؟ زي المد المنفصل، صلة كبرى. بس حفص ما قالش كده، حفص سكنها. فألقه إليهم. فألقه إليهم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليه.
هذه دي ثالث هاء مخصوصة عند حبس. تقريبا رابع هاء في زيها برضو الكلمة في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. احنا مش هنبعد عن النمل على طول فوقها سورة الشعراء آية صفحة 368 آية 36 آية 36 فتحتها صفحة 368 آية 36 قالوا أرجه وأخاه. الله المفروض أرجه وأخاه لأن أبدا متحرك وأبدا متحرك برضو خرجت عن القاعدة. الهاء اللي جاي بقى تكاد تكون الهاء الأخيرة وهي في سورة النور. في سورة النور صفحة 356 آية 52 صفحة 356 آية 52 في سورة النور ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طيب ويتقه فأولئك قبلها ساكن وبعدها متحرك يبقى إذا حفص هنا في الكلمة دي عند القاعدة بتاعها ويتقه فأولئك. ويتقه فأولئك وحفص في الكلمة دي عند طيب اتفضل. فتقريبا دي الهاءات يعني اللي احنا تكلمنا عنها هاءات مخصوصة لحفص. طبعا ويتقه فأولئك دي ايه هتبقى مفيش صلة فيها على اساس انها برضو وقع بين ساكن ومتحرك. طيب انا كده اتيت الى نهاية الدرس. سورة النار آية 35 دري يوقد الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. ده عند حفص طبعا. دري يوقد من شجرة دري يوقد. بارك الله فيكم جميعا. أنا كنت أتمنى المهندس أحمد نصر موجود وكنت أتمنى أسمع لكن عندي إشكالية في استقبال الصوت في الغرفة. ما بسمعش الصوت فما بستمتعش بالصوت. يعني الأستاذ محمد بدي قرأ وقلت له الله يفتح عليك ولم أسمع شيئا والزملاء كلهم والحضور أثنوا عليه وقالوا صوت موهوب وما بارك الله فيك وأنا متألم قاعد أتألم إن أنا ما سمعتش الصوت. أنا الوحيد اللي مش سامع صوت فيبدو إن في عندي مشكلة. أنا قلت لكم قبل كده إن أنا فربطت الجهاز وركبت ويندوز جديد عشان أسمع واشتغل معايا حلقتين ثلاثة بعد كده رجع تاني إن الصوت يقطع وأحيانا ما يجيش الصوت خالص. طيب أنا كده دورة التجويد الجديدة والله هي موجودة بقى على الموقع الأكاديمية والملتقى واليوتيوب. احنا بنطبق التجويد دلوقتي يعني احنا بنطبق التجويد على نطبق احكام التجويد على الايه على سورة البقرة. انما التجويد كان نظري احنا خلصنا دروس التجويد النظري وموجودة بقى كده المحاضرات كلها موجودة على اللينكات اللي كاتبينها الدعم الفني.
ربنا يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. هل في حد يسأل، عايز يسأل سؤال؟ تفضل دقيقتين وندخل إن شاء الله. أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. طرف خفي، طرف خفي، حكم الإظهار، هتلاقي الكسرتين قد بعض تماما. من طرف خفي، تنوين أتى بعد والخاء والخاء، حكم الإظهار الحلق. طرف خفي. الدعم بس طلب، يا ريت تبلغ الاستاذ مجدي يفتح معايا غرفه ونشوف موضوع الشير ما بيشتغلش، وموضوع استقبال الصوت، هل في حاجه معينه برنامج بنزله هو اللي بيعوق استقبالي للغرفه وفتح الشهاده الشير والكلام ده. جزاكم الله خيرا، سلمكم الله. كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن، كل كتب التجويد مفيدة إن شاء الله. أهلا بأهل الشام جميعا، فرج الله كربكم، فرج الله كرب أهل الشام ونصرهم، فك كرباتهم وأزال همومهم، اللهم آمين، وعجل الله بنصره، اللهم يا رب عجل بنصره. فالكل يدعو الله من قلبه وفي أثناء صلاته لهم، فالمسلمين المكروبين في كل الدنيا، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ماشي قصة 49، تفضل. الآيات اللي فيها سجود هي أماكن السجدات، يبدو أنها 15 سجدة وموجودة في المصحف، لو فتحت في آخر المصحف هتلاقي كل سجدات القرآن الكريم مشار إليها، وهي أماكنها. نحن ممكن نطلعها ونبقى نكتبها لك فيها، بدءا من سورة الأعراف، يعني الأعراف فيها سجدة. الموعد القادم يوم الاثنين إن شاء الله، احنا موعدنا الاثنين والأربعاء، سورة الأعراف فيها سجدة. يوسف الرعد فيها سجدة، النحل فيها سجدة، على الخط يكون فوقها ولا تحتها السجدة، يعني هي مش هتفرق. الناس خلينا نشوفها في المصحف، ممكن افتح المصحف ونشوف اي سجدة ونشوف إيه. لا، الخط فوق السجود، فوق موضع السجود. وإن كان أنت مش هتسجد غير في آخر الآية، يعني هو بيحدد الخط ده، بيحدد يعني السبب في السجود أو الكلمة اللي خلت فيها سجود. فوقها كلمة يسجدون في سورة الأعراف، الخط موجود فوقها، فالسجود لا يكون إلا في نهاية الآية. الحروف المستعلية، حروف الاستعلاء 7 أحرف، خص ضغط كم. الحروف الاستعلاء خص ضغط كذا، وتبقى مستعليه يعني ايه؟ تفخم، تلاقيها طالعه من اعلى الايه، منطقه الخروج الحرف او مخرج الحرف. قال، خاصه، الظالمين، الصابئين، الطاب، بس فيها مطبقه ومنفتحه. هم نفس حروف الاستعلاء 7، منهم 4 حروف مطبقة، اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، والباقي 3 الباقيين
مستعلية ولكنها ايه منفتحة. يعني حروف الاستعلاء السبع جزئين، قسم مطبق وقسم منفتح. المطبق اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، والمنفتح اللي هي الايه الخاء والقاف والغين. ومعنى الإذلاق، الإذلاق يقولوا إنها حروف بتأتي من ذلق اللسان، ذلق اللسان يعني حافة اللسان، يعني اللسان مقسمين إلى أجزاء، يعني طرف اللسان، حافة اللسان، ذلق اللسان، منه بقى اللي هي الإيه؟ الستة أحرف فر فر من لب، الفاء فر من لب الحروف المزلقة. يعني كل صفة لها اسم لها تعريف طبعا، لكن قالوا ذلقية، حروف ذلقية لا تخرج من ذلق اللسان، وسميت حروف إذلاق. موضوع المخارج موضوع كبير، المخارج الصفات من الاستفال يعني عكس الاستعلاء، الاستعلاء من أعلى مكان في الفم والاستفال من أسفل مكان في الفم المستفل. وده يقول ورقق مستفلا من أحرفي، ورقق مستفلا من أحرفي اللي هي الكاف واللام والميم والنون، دي كلها أحرف مستفلة. وحاضرا تفخيم لفظ الألف الحمد الله. كل حاجة لديها تعريفين، تعريف اللغة وتعريف في الاصطلاح. مش مطلوب نحفظ، مطلوب نطبق، أهم شيء مطلوب نطبق. إن شاء الله نعمل درس للمخارج والصفات فيما بعد ثاني. معهد القراءات يعني. إذا سمح الوقت بعد كده إن شاء الله نبقى نعمل محاضرة في المخارج والصفات. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.